عملتها كانت بشكل مباشر اسمها ابيض واحمر، كان تحت هاشتاج انا عملته اول ما عملت المبادره خالص اسمه معا ضد التعصب في لقاء القمه، او لقاء قمه بدون تعصب. كانت الفكره ان انا استغل علاقتي بالطلبه وان احنا مثلا بنتعامل في كليه زي كليتنا وكليه عمليه، احنا قريبين من بعض بنتعامل مع بعض بشكل لطيف، ان انا ادعو ان احنا نقعد مع بعض كلنا ونتفرج على الماتش دوت، نغلس على بعض ونهزر على بعض، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، بس باسلوب فيه حب واسلوب فيه انبساط بيننا وبين بعض. كانت الدعوه مش بس للطلبه، الدعوه في الاول بالنسبه لي كانت عامه تماما، للصحاب للقرايب للطلبه لزمايلي لاي حد حابب يشارك في القصه دي. وده ما فيش اي وجه مقارنه بين الانديه وبعضها، لان كل واحد بيحب فرقته حتى لو فرقته دي قليله، حتى لو دي ضعيفه قويه هو هيفضل يحبها. احنا نرجع زي زمان، انا زي ما بقول لك انا اتربيت وانا صغير وحضرت نهائي افريقيا للزمالك وانا راجل اهلاوي، كان الزمالك بيلعب فيه في الاستاد، شفت والدي وانا صغير وبيشجع الزمالك في افريقيا، نفس الموضوع يرجع زمان زي زمان كده. شفت في المبادره فعلا ياكد كلامي ان الحمد لله الناس بيحبوا بعضهم رغم المنافسه، وكله قال هارد لك وكله كان مبسوط وكله كان بيهزر، حتى المناكشه والهزار كان بدم خفيف، ده اللي احنا متعودين عليه، مصر الشعب المصري طول عمره دمه خفيف، وكان المناكشه طول عمرها كده. اتمنى الانديه يعملوا المبادره دي كلها ويحطوا اهلاويه جنب زملكاويه في الانديه، النوادي اللي هي الاجتماعيه يجمعون جنب بعض. يعني انصح دايما كبار ان هو يحذر من الغضب، لان دايما الغضب اعمى، اكثر حاجه ممكن تدمر اي بني ادم.